المساءلة الجنائية من طرف المحكمة. تتولى المحاكمة في المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي الجرائم الجنائية الدولية والمبادئ التي نصت عليها المحكمة بما في ذلك مبدأ عدم رجعية النظام الأساسي وعدم سقوط لم تجد مخرجا بناء على المادة 17 من النظام الأساسي حيث أن قانونها الداخلي لا يجرم مسألة هنا الاستيطان. التقى كان مبرمجا منذ حوالي سنة، أي أن أساتذة جامعة وهران 2 كانوا يحضرون لهذا الملتقى منذ أكثر من سنة، وكان من المفروض أن يحضره معهم زملائهم من فلسطين المحتلة ومن مركز الأبحاث الفلسطينية، لكن للأسف تشاء الأقدار على أن تقع الأحداث الأخيرة في غزة، أحداث التقتيل والتنكيل وأحداث التهجير التي يشهدها شعبنا في غزة منعت من حضور زملائنا من فلسطين المحتلة. الإشكال قم استقبال جميع ضيوف جامعة وهران في فعاليات هذا الملتقى الدولي المتعلق بمسارات المساءلة وعقبات المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في إطار ما يحدث من تجدد للعدوان الصهيوني على أشقائنا في فلسطين. فقط أيضا أردنا أن نبدي ملاحظة الأولى أن هذا التظاهر العلمية هي ليست مهرجان تضامني أو ردة فعل، وإنما برنامج كان مقررا منذ سنة من قبل بسبب إدراكنا بأن ممارسات الاحتلال الصهيوني دائما تتكرر وارتكاب الجرائم دائما متواصل على مدار السنة وليس فقط في فترة هذه الحرب. لهذا كان لابد من بحث المسائل القانونية حتى نهمش الجوانب القانونية في عمل المقاومة الفلسطينية، خاصة وأن هذا العمل يأتي بالتنسيق مع معهد بحوث الأمن القومي في رام الله في فلسطين، وهم شركاء لنا في تنظيم هذه التظاهرة لنبني أصول التعاون مع الأشقاء الفلسطينيين، خاصة وأننا نستضيف الكثير من الطلبة الفلسطينيين الذين تخرجوا من جامعة وهران 2 والبعض جاء هذا الملتقى موسوما بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، مسارات المساءلة وعقبات الملاحقة. هذا الملتقى جاء متزامنا مع الظروف المأساوية ومع الظروف العصيبة التي تشهدها قطاع غزة، التي تشهدها الدولة الفلسطينية في حد ذاتها. فيلاحظ الجميع أن هناك قصف مدني، هذا القصف عشوائي همجي فيه انتهاك لاتفاقيات جنيف، اتفاقيات القانون الدولي الإنساني. هناك كذلك تدمير للأعيان والممتلكات المدنية. هناك خطة ممنهجة وذلك لإبادة سكان غزة. لماذا؟ دخلنا في مرحلة أنه من خلال قطع الماء، الكهرباء، أيضا هنا الطعام وأيضا الدواء، بمعنى أن هناك موت تدريجي لسكان غزة اليوم. هذا الملتقى اليوم يعني في ظروف متميزة وخاصة تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة ما نشهده من هجوم وحشي وهمجي على قطاع غزة وصل إلى درجة التهجير والإبادة الجماعية. وجاء هذا الملتقى في وقته خاصة في ما يتعلق بالبحث في الآليات المناسبة لوقف هذا العدوان الهمجي، ومن بينها أظن أنه الآليات القانونية التي هي موضوع الملتقى وكيف يمكن إخضاع هذا الاحتلال المجرم للمساءلة القانونية في محكمة الجنائية الدولية.